ابن عباس يقول رجل أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، يعني السكين، يحد السكين، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الرجل يحد السكين والشاة تنظر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتات؟ أتريد أن تميتها موتات؟ فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم أن يحد الشفرة أمامه، لأن الشاة تعلم إذا أضجعت أنها أضجعت للذبح، وحينما ترى السكين فإن هذا سيجعل قلبها ينخلع، وهذا مشاهد معروف من البهائم من تهرب إذا يعني حصل لها فرصة الهروب، ومن البهائم من تستسلم من شدة الخوف. لذلك عندنا من الأحكام الشرعية إخفاء السكين، من الآداب الذبح ومن أحكام الذبح أنك تخفي السكين عن البهيم، تخفي السكين عن البهيم. ولذلك قال: أتريد أن تميتها موتات؟ وفي لفظ جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتريد أن تميتها موتتين؟ موتتين يعني الإضجاع، أو يعني مشاهدتها السكين ثم تميتها مرة، يعني ثم تذبحها مرة أخرى. ولذلك عمر بن الخطاب رأى رجل، أو النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليلحد بها. فحد الشفار لا يكون أمام البهيمة وإنما توارى. لذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن توارى الشفار، يعني السكاكين، أمر أن توارى الشفار، ما تحد أمامه. للأسف الشديد يعني يوجد يعني في المسالخ مثل هذا الأمر، حيث أن البهيمة تذبح أمام البهيمة، والبهيمة أيضا تذبح وقد قام الجزار يحد السكين أمامها، وهذا كله يتنافى مع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن توارى الشفار، يعني تخفى عن البهيمة، وأيضا لا تذبح بهيمة أمام بهيمة أخرى. وقد قال ابن سيرين بأن عمر بن الخطاب رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا.